تعالوا كده نروح بريطانيا عشان نشوف الصورة عاملة ازاي، خصوصا لما يكون ناقد ومحلل رياضي بعين خبيرة زي الكابتن آسر حسين. يا كابتن آسر، مساء الخير، اهلا بحضرتك، سعداء بوجودك معانا. مساء الفل، مساء الفل. برحب بحضرتك، بشكرك على التقديمه الجميله دي، وبرحب العفو بحضرتك بجمهورك المحترم وبرنامجك المحترم. العفو، ده شرف كبير لينا وجودك معانا. ربنا يخليك، الشرف ليا. اولا كابتن آسر، شايف ازاي الاجواء بصفة عامة؟ عايز اقول لك في حالة كده من الهدوء والسكينة ما شاء الله كده على غير المعتاد قبل المباراة اللي هي المؤهلة لكأس العالم بالنسبة لمنتخبنا. أولا شايف الأجواء دي إزاي؟ هقول لحضرتك طبعا تاكيد على كلامك انه في اجواء، عارف يقول لك الهدوء اللي يسبق العاصفه، ان شاء الله حقيقي. تكون عاصفه فيها باذن. بالظبط، مظبوط، ده الاحساس اللي وصل لنا حتى في لندن أي كمصريين هنا. والله استاذ عمرو، انه باذن الله تبقى عاصفه من الثقه والهدوء، وكمان من الاهداف باذن الله في سبيل التاهل. الصحافه الانجليزيه اتكلمت كتير على المواجهه دي، وخصصت طبعا اللي يهمها هو السلعه الاكثر بيعا او السلعه، نجم الشباك في انجلترا في الدوري الانجليزي هو محمد صلاح. اتكلمت عن غيابه او اللي عمله يورجن كلوب اخر مباراه، هي تريحه محمد صلاح وساديو ماني للقاء نوتنغهام فورست، رغم انه كان لقاء استاذ عمرو في لمباراه حاسمه في تاهل لدور وهو ربع النهائي امام نوتنغهام فورست، لكن هو بالذكاء، ونرجع للميزه بتاعت يورجن كلوب، زي ما رايح محمد صلاح اللي صرح يورجن كلوب انه شعر بالام بسيطه في مباراة أرسنال، ففضل يعني شعر إن الإصابة بترجع تاني البسيطة اللي جات له في مباراة برايتون من التحام قوي، فضل إنه يريح ويعمل بمبدأ المساواة بين ماني وبين محمد صلاح، لأن الاثنين عندهم مواجهة، هو بيتمنى يحافظ على نجميه طبعا طبعا، في حالة نفسية كويسة. وساديو مش هيسيبه، يعني ساديو لو ما كانش رايح مش هيسيبه. قال له هيقول له ما ريحتنيش أنا ليه؟ فبالظبط، أكيد فهو بيرجع لميزته اللي هي الوان تو وان سايكولوجي، طبعا، او انا اسف يعني ده فير تعبير يعني. بيستخدموه هنا، اللي هي التعامل النفسي مع كل لاعب ويحافظ على عقليه الفوز. يمكن صحيفه ميرر هنا حضرتك قالت انه عنونت الخبر ده بانه تبقى دبلوماسيه كلوب هي سر نجاح وعقليه الفوز في ليفربول، الحفاظ على، نفتكر كمان نرجع شويه بعد موقعة 6 فبراير والهزيمة بضربات الحظ او ضربات الترجيح امام المنتخب السنغالي في المحترم، النهائي اللي ان شاء الله نعوض الهزيمة دي، كان استيعاب نفسي رائع جدا من يورجن كلوب لنجم الفريق محمد صلاح، في استيعابه من الحالة النفسية السيئة والهزيمة لانه كان قاب قوسين او ادنى من الفوز، وكمان استيعابه لماني وانه طلب منه بشكل شخصي على مستوى فردي ما تحاولش تعمل احتفالات او ضجيج اكثر من لازم عشان تحافظ على شعور محمد صلاح، وطبعا العلاقة بينهم بره طبعا الملعب ممتازة جدا على عكس ما ساعات بيبان فيه تنافس جوه الملعب. أكيد أكيد، هي دي الرياضة طبعا. ولكن برضو حابب أطمن من خلالك على محترفينا، يعني شفنا مثلا مرموش في آخر لقاء مسجل أمام أوكسبورج الألماني من ضربة ثابتة في الدقيقة حاجة و70، كرة في المقص حلو قوي ولا أروع. جدا كان الحقيقة، وعايزين نعرف رؤيتك لمرموش وماشي إزاي والحالة النفسية والبدنية. كمان نطمن على تريزيجيه في الدوري التركي وعلى مصطفى محمد. أرجوك عيشنا أجواء محترفينا، أخبار الجاهزية ليهم إيه أو بالنسبة لهم إيه؟ هقول لحضرتك، هو مصطفى طبعا شارك، انا شايف انه خلال مشاركته الفعاله جدا، كمان انا شايف انه اخذ احتكاك قوي جدا اللي هو كان امام برشلونه في مظبوط، بطوله اليوروبا ليج، كان لقاء مهم جدا. المباراه الاولى كانت مباراه صعبه جدا، وتصور الكل ان ممكن جلاطة سراي يتاهل، لكن برشلونه عاد صعب في تركيا، لكن في ارض ملعب كامب نو مصطفى عمل ماتش كويس، يمكن فضل لحد اخر الوقت موجود، ارقامه كويسه جدا. تريزيجيه يعني حدث ولا حرج على خمس مباريات بخمس مشاركات في تهديف، سواء بالتهديف او في الاسيست. صحيح، اول ما شاء مباراه الله. بعد الرجوع من موقعة 6 فبراير في ياوندي وبعد مباراه السنغال في نهائي كاس الامم في الكاميرون، تريزيجيه سجل في اول مباراه، صنع هدف وسجل هدف، المباراه اللي بعدها سجل هدفين وارقامه هايله جدا. مرموش طبعا طول الوقت بنقول ان هو مقدم اداء قوي جدا في دوري قوي جدا زي الدوري الأمريكي. كفايه ثقه، زي ما انت بدات كلام حضرتك في المقدمه وقلت على كيروش، وصفته بالثعلب، كفايه ثقه كيروش في لعيب صغير بالحجم ده وراهن عليه. لو نفتكر نرجع بالذاكره في التصفيات في ماتش المؤهله ليبيا لهذه المرحله، بالظبط بدا بيه وسجل وكان فرس الرهان فعلا، وهو اللي خلص المساله وتاهلنا الى الدور اللي احنا فيه الان. فمحترفينا بشكل عام ادائهم ولا اروع من ساعه اللقاء الاخير. ممكن لو لا حضرتك يسمح كمان أرجوك. نلقي نظره من خلال حضرتك على جمهورنا المصري، على عين على المنافس شويه،
على لعيبه السنغال، لانه انا سامع وده حقيقي طبعا انه بعض الشباب او مواقع الرياضيه في مصر بتحط انه فارق التشكيلتين، انه بتتكلم انه دي تشكيله منتخب السنغال مدججه بلعيبه من تشيلسي وباريس وميلان ونابولي وبايرن ميونخ وواتفورد وليفربول طبعا ساديو ماني، لكن في الحقيقه على ارض الواقع المنتخب المصري ما عندوش اي مشكله في ده. طول عمرنا القوام الاساسي من الدوري المحلي اللي هو دوري قوي جدا دلوقتي، لو حطيت حضرتك بسيط على خط ظهر منتخب مصر بالكامل هو لعيبه محليه، ولكن شفنا واحد زي احمد فتوح، شفنا واحد زي اكرم توفيق، شفنا الناس دي بتعمل ايه قدام لعيبه. يعني فتوح عمل مباراه عمره امام اشرف حقيقي. حكيمي ده احسن ظهير ايمن مثلا في العالم. مثلا فبالظبط عمر كمال عبد الواحد ربنا يحفظه ويحميه، عمر كمال عبد الواحد يعني هنتكلم كتير مع عبد المنعم مثلا يعني بالظبط. فخط ظهرك بالكامل القوام الاساسي لمنتخب مصر، خط ظهر المصري من الدوري المصري بالكامل، ثنائي خط الوسط متضاف عليهم النني نجم ارسنال النادي اللنداني هنا في انجلترا هو بس اللي محترفين، فبطبيعي انت قوامك الاساسي مصري، هم تشكيلتهم. يعني لو بصينا على دفاع الفريق مثلا ديالو لعب 9 ماتشات من ساعه لاعب باريس سان جيرمان، لعب 9 ماتشات الاستاذ عمرو من ساعه ما موقع 6 فبراير امام السنغال، كان على دكه الاحتياطي يمكن 4 مرات ومره كان بره القايمه قدام ريال مدريد شارك دقائق بسيطه قعد كوليبالي طبعا نجم كوليبالي بيلعب باستمرار يا كابتن ياسر ده لما غير الحارس الثاني والثالث جاب 2 حراس اللي هم كانوا بره القايمه يعني يعتبر الثالث والرابع الاثنين كل واحد مزبوط. فيهم يعني الله يسهل له يعني مظبوط هو خسر زي ما حضرتك قلت خسر ساني ديانجو الفريد جوميز وعوضهم باليون بدارا وبنجورا كمان قول لي الناس بيلعبوا فين كمارا وبنجارا واحد بيلعب في بلجيكا والتاني خابه من الدوري المحلي بيقول لك ان هو برضو ايه بيقرب مننا في حته الاستعانه بالنيه والاثنين اقوياء برضو يعني شايف ازاي اقول لك ايه الدوافع عند مين اقوى؟ هل الدوافع عند منتخب مصر اللي بيلعب المباراه الاولى على ارضه وسط جمهوره وعايز بلغه الكوره يعوض ماتش النهائي فالدوافع عنده تكسب، ولا الدوافع اللي عند السنغال اللي جايه بمحترفيها وبرضه جايه من الفوز بالكان الاخير، الدوافع هنا عند مين تكسب؟ اعتقد الدوافع عند الاثنين تكاد تكون متساويه، لكن عند عندنا كمنتخب مصر وكلاعيبه منتخب مصر يا استاذ عمرو اعلى شويه. ليه؟ المنتخب السنغالي عايز يثبت انه الفوز بالكان او بكاس الامم لم يكن صدفه على حساب المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في التتويج والاسم الكبير في الكره الافريقيه، ويأكد ده بالتاهل على حسابه في كأس العالم. لا معلش نفتكر كويس قوي الصورة اللي نجمنا محمد صلاح وتريزيجيه ونظرة الحسرة للكأس وأنها تخسر بضربات الحظ الترجيحية مهند لاشين مهند لاشين ده وقت الثأر الكروي بشكل طبعا ده سنغال بلد شقيق وكل شيء وشغلنا الأفريقي لا جدل في بس هذه كورة يعني. لكن دي كورة بالظبط، لكن أنا هاخد يعني الناس كلمت كلها على الثأر الكروي للاعبين وداخل الملعب وإنه تعوض ده بالتأهل على كأس العالم وده أهم حاليا تمام، لكن أنا بشوف يعني زي ما زمايل اللي اتكلموا النهارده والايام اللي فاتت على انه اللعيبه ان لا في ثأر كروي كمان احنا مش واخدين بالنا منه استاذ عمرو، هو ثأر كيروش نفسه من اليو سي سي اجاد كيروش بامتياز جميع المباريات الى النهائي، لكن اليو سي سي الصراحه ورغم ثقتنا العمياء فيه ان شاء الله هو قادر على زي ما تأهل مع دول كتير لكاس العالم التأهل ويحمل الفراعنه لكاس العالم ان شاء الله قطر 2022، لكن اليو سي سي كان قاري او كان مذاكر المباراه النهائيه اكتر من كيروش، كان عارف انه عايز يصير المباراه الى ضربات الترجيح ويستهلك لعيب السنغال، فكان قاري ده كويس قوي اليو سي سي ولذلك انتصر. وهي في النهايه ضربات حظ يعني هي حتى الركلتين اللي ضاعوا ولا حاجه هي في النهايه ركلات حظ يعني، بس كان قارئ جدا كيروش بيحاول يعمل ايه طول الوقت وما قدرش يعني هو كان قاري كيروش ان كيروش عايز يوصل ضربات الترجيح بس حتى ما قدرش يخلص في الوقت الاصلي او الوقت الاضافي فكيروش هو اللي كسب ولكن الحظ هو اللي عاند يعني ده حقيقي. يمكن كمان كان في سوء حظ سوء حظ ليهم طبعا يعني وحسن حظ ليهم ضربه الجزاء اللي حصلت في بدايه اللقاء مظبوط. طبعا مطالبين ان خط الهجوم بتاعنا يضغط طول الوقت على خط الدار، لانه ممكن تقول لك زي ما كنا بنتكلم على ديالو ما بيشاركش باستمرار قوي مع لا هنا ركيزه مهمه المنتخب السنغالي هو وكوليبالي الاثنين يا استاذ عمرو لعيبه كويره جدا طبعا، فبينقلوا كوره من تحت وبكوره واحده يقدر يوصل ماني زي ما غلط محمد عبد المنعم في كوره وعدى بسرعته واخذ ضربه الجزاء. انا اتفادى ده بانه صلاح طول الوقت وايا كان هيلعب ناحيه شمال مرموش او تريزيجيه يضغطوا مع ان المثلث يتقلب ويبقى مصطفى محمد برضه ضاغط من تحت دايما يضايقوا خط ظهر السنغال ويحرموا من بناء الهجمه زي ما بيقول بلغه كره القدم. مطلوب من كيروش ايه تكمله لسؤال حضرتك؟ هو مغامره محسوبه، تقسيم المباراه الى اكثر من سيناريو، تحضير
كارت لا يعلمه اليو سيسي، زي ما هو حاول في النهائي انه يكسبك، كيروش مطالب انه انت كمان تحضر. وانا متفائل وتفائل الجمهور المصري بحاجتين، ان في كام كارت استدعي ما كانش في القوام ورجال كيروش في كاس الامم، زي مظبوط قفشه مثلا، مظبوط لو ليه دور تقدر تفاجئ بيه اليو سيسي، هو مش عامل حسابه. لا مظبوط زيزو طبعا لما ياخد جزء من المباراه، يعني بنسميه سوبر سب او افضل بديل، بينزل صحيح بنسميه الامباكت بلاير، بينزل صحيح التأثير عليه على صحيح المباراة بيحصل في ساعتها، تأثير صحيح فوري بيقدر يغير من طيب شكل الفريق. إن شاء الله فنتمنى مغامرة محسوبة وتقسيم المباراة طبعا طبعا للسيناريوهات، وإن شاء الله منتخب مصر يفوز بإذن الله إن شاء الله، وبإذن الله يكون لنا لقاء معاك يوم السبت، نبارك لك بإذن بإذن الله. الله نبقى آسر نحتفل يا أستاذ عمرو إن أنا شاء وأنت الله، إن شاء الله. نحتفل مع بعض بأمر الله كمان يوم 29 بقى، يعني هو ده يكون الاحتفال الكبير بقى، بس نبارك لك إن شاء الله أولا يوم السبت. شكرا جزيلا للكابتن آسر حسين الناقد والمحلل الرياضي من لندن، شكرا جزيلا ليك.